السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة نتعلمها مع بعض من مهارات فن التفصيل وقناتكم سان ستايل فاشن والمهندس أحمد شمس الدين. أحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وكل اللي أنا بطلبه من حضراتكم الدعاء بظاهر الغيب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو إن شاء الله تعمل له لايك وتشيره على أساس تعم الفائدة والدال على الخير كفاعل. طيب احنا هنبدأ في اللي قدامي دوت جاكيت. الصدر بتاعه أنا عامله مجهزه بمعنى أصح في قصة البرنسيس اللي هي القصة الدوران ديت، عاملها ومجهزها وكل حاجة. المهارة اللي أنا عايز نتعلمها مع بعض دلوقتي هي مهارة الجيب الشق، والجيب الشق دوت منه انواع. فاللي انا هعمله دلوقتي جيب دبل فليتو رفيع، دبل فليتو رفيع، او بيبقى ليه اسم تاني جيب عروه، جيب عروه. الشكل بتاعه اللي احنا هنعمله دوت الجاكيت اللي انا يعني ك سامبل انا هشتغل عليه، الجيب اللي هو دوت دولم فتح دوت جيب شكل فقط لا غير، يعني هو جيب مش شغال، يعني لما هدخل ايديا مفيش جيب داخلي، هو جيب شكل فقط لا غير. دوت بنسميه جيب دبل فليت رفيع، ادي واحد اتنين، او بنسميه جيب عروه، لان ممكن بتتعمل بدل العروه اللي موجوده في الجاكيت بتتعمل عروه بنفس الشكل دوت طبعا، بس المسافه بتبقى صغيره. طيب انا دلوقتي مجهز الحاجه اللي احنا هنشتغل بيها عشان ما ياخدش مني وقت. بجهز دبل فليتو اتنين رفيعين، الجيب دوت بيبقى العرض بتاعه من 12 ل 14، من 12 سنتي ل 14 سنتي. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على تخن صاحبة الجاكيت، بيعتمد على تخن صاحبة الجاكيت. فمش معقولة واحدة مثلا دبل اكس لارج او 3 اكس لارج هعمل لها نفس الجيب اللي هعمله للجيب السمول او الاكس سمول او الميديوم. فدوت بيعتمد ان انا بخلي الجيب معايا بيتراوح من 12 سنتي لاقصى حاجه 14 سنتي، ممكن يصل ل 15 سنتي، ممكن يصل، بس هيبقى شكله مش مقبول او مش مستساغ للعين. فانا الجيب اللي عامله قدامي دوت انا عامله 14 سنتي ومعلمه. هبدا اظهر العلام تاني لان انا علمته ولزقت وراه قطعة فيزلين هنا على أساس تبقى مقوية للجاكيت لمنطقة الجيب، لأن هيبقى فيه فتح في القماش نفسه. آدي الجيب معايا أهو. المسافة من أعلى، يعني من أعلى نقطة في الكتف لغاية الجيب هنا هو بتتراوح من 48 ل 50 سنتي، يعني أقصى حاجة تبقى 50 سنتي، أقصى حاجة تبقى 50 سنتي، وأقل حاجة 48 سنتي. بيعتمد على ايه برضو؟ بيعتمد على طول صاحبة الجاكيت. فاذا كانت قصيرة فبيكون الطول بتاعه بتاع الجيب من اعلى نقطة من فوق هنا هوت، يعني ادي اعلى نقطة في الكتف اهي باينة اكيد في التصوير، للجيب هنا هوت بيكون في حدود 50 سنتي. يعني لو جيت انا قست المسافة ديت من اعلى نقطة من اول فتحه الجيب لاعلى نقطه هنا يا جماعه هتلاقوها بالظبط 50 سنتي، تمام؟ طيب الجيب من هنا هوت الجزء اللي هتبقى فيه اللياقه، الجزء اللي هيبقى فيه ايه؟ صدر الجاكيت بمعنى اصح، اللي هيبقى فيه العروه هنا. طب يبعد عن هنا قد ايه؟ بيبعد عن هنا هوت مسافه تتراوح من 10 سنتي لغاية 12 سنتي، يعني من 10 سنتي، يعني لو أنا حطيت إيديا كده ديت هتكون في حدود 10 سنتي ل 12 سنتي، فأنا واخده من هنا لهنا ديت أنا واخدها كام؟ واخدها 10 سنتي. يبقى أنا دلوقتي بشتغل بمثلث ليه؟ لأن عشان أظبط الزوايا معايا، لازم الخط ده يبقى عمودي على الخط الإيه؟ الخط الرأسي ده عمودي على الخط الأفقي ده. طب المسافة بتاعت الجيب أنا واخدها 14 سنتي أهي،
وبرضو زي ما بقول لحضراتكم ان انا بشتغل بمثلث ليه؟ عشان اظبط الزوايا بتاعتي. ليه؟ عشان ما اجيش انا ابقى شغال الاقي ان الفتحه من هنا هوت بدات تتعوج، او الفتحه من هنا بدات تتعوج. طالما الفتحه اتعوجت اعرف ان المسافه من فوق غير المسافه من تحت. يعني ايه؟ لو انا واخد المسافه من فوق 14 ممكن انها تبقى تحت 14 الا 2 مللي او حاجه، طالما اتعوج من الجيب. زاويه، فان انا ازوي الزوايا ديت بالمثلث اللي معايا دوت بيغنيني ان انا ايه اقيس المسافات اللي انا واخدها بالظبط. يبقى انا دلوقتي اعيد الكلام تاني، انا عشان اسس الجيب دوت مكانه فين بالظبط، لان طبعا دوت لازم يتاسس مظبوط. ليه؟ لان ده بشقه في القماش نفسه فمالوش علاج. يعني لما بشق في القماش هنا جه واطي جه عالي، ما ينفعش ان انا اعمل، مش هقدر اعمل له اي حاجه لان انا شقيت في القماش نفسه. فطبعا قلت المسافه من فوق لهنا 50 سنتي ل 48 سنتي بيعتمد على الطول. فاذا كانت هي طويله فهيكون المسافه 50 سنتي، اذا كانت قصيره هيترفع الجيب لفوق. تمام. وخدت المسافه من هنا من بدايه من الصدر اللي هيبقى هنا هوت العراوه بتاعتي 10 سنتي، والجيب نفسه 14 سنتي، وعملت الزوايا بتاعتي. طيب دلوقتي الفيليتو دوت انا عديته هنا هوت قدامي دوت عامله. طب انا عملته ازاي؟ جبت قطعه قماش فاضيه خالص اهي، ورحت جايب حاجه اسمها فيزلين قمر. الفيزلين قمر دوت بيتباع في الموسكي وموجود بكثره جدا، وعند الكل هناك تقريبا هتسال عليه هتقول فيزلين قمر، بتبقى اللفه زي ما هي كده اصلا في حدود 8 ل 10 جنيه. باجي اروح عامل ايه؟ الزقه، وبعد ما الزقه اشيل الحواف ديت بقصها. يبقى انا باخد المسافه اللي هي فين؟ في النص دي. المسافه اللي في النص ديت كام؟ المسافه اللي في النص ديت 4 سنتي. المسافه اللي في النص ديت 4 سنتي، ولزقته هنا هوت وصفيت الكلام ده. يبقى انا خدت الفيزلين زي ما قلت لحضراتكم، هو بيتباع في الموسكي وموجود بكثره جدا. وخدته ولزقته هنا هوت، هو دوت القيمه معايا، ولزقته. وبعد كده بروح جاي كاسر الفليتو دوت كده، ونقول بسم الله. انا عامل، بس انا حبيت اعد واحده قدامكم اهي، وبروح قافلها بنفس الشكل ده كده. تمام كده. انا معايا لو تلاحظوا ان انا معايا كام فليتو؟ معايا 4 فليتوهات. ليه؟ لان انا معايا جيبين، فكل جيب بيحتاج ايه؟ 2. كل جيب بيحتاج 2، فانا هعمل جيب واحد وهنفنشه خالص ونبدا نشوف شكله. انا طب خلاص ظبطت الجيب وظبطت مسافته، هبدا ادخل الجيب معايا على المكنه عشان ابدا اشتغل فيه اهو، ونقول بسم الله. ادي الفليتو بتاعي اهو، هاخد عرض الدواسة اهي، عرض الدواسة، وعلى الخط بالظبط، على الخط اللي انا عامله بالظبط. وهعمل الفرماتورة بتاعتي بالظبط اهي، لازم الفرماتورة ديت، وماشي اهو مظبوط لغاية الخط اللي انا عامله ال 14 سنتي. واروح جايب الفليتو التاني واحط دوت وش في وش كده. يعني ايه؟ الجزء اللي انا قافل عليه اهو، والجزء اللي انا قافل عليه اهو، الاثنين وش في وش كده يعني. لكن الجزء النظيف من الفليتو على الجنبين، الجزء النظيف على الفليتو على الجنبين. ليه؟ عشان هنشوف الكلام دوت هننفذه مع بعض ازاي. نفس النقطه اللي انا نازل فيها هنا هي نفس النقطه اللي انا نازل فيها تحت اهي، وماشي نفس الايه المسافه بالظبط اهي كده. ولغايه هنا برضو بعمل ايه الفرماتوره بتاعتي، وابص على الجيب من ورا. يا جماعه لازم طبعا لو انا شايف النقطه ديت لازم تكون نفس النقطه دي. طب سي ان في النقطه مش بعيد، يعني ايه هوت اقيس؟ لو انا ممكن اصلا المكنه سبقت مني بغرزه او حاجه، ادي ده 14 وده كام؟ 14، الاثنين بالظبط على مسافه واحده. طب ايه اللي انا هعمله؟ هاجي بمقص، والمقص يعني شرط اساسي ان هو يكون ليه سن حامي، واجي اروح قاصص في النص هنا كده اهو، هاجر وعامل كده واروح قاصص في النص هنا، واروح ماشي بالمقص اهو ما بين الاثنين فليتو، لان اهو الحته اللي هي ما بينهم كده
اهي ماشي، وقبل الاخر بشوية هروح عامل مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين قاعدته ثابتة، لكن انا اللي انا قصيته ايه؟ قصيت الساقين بتوعه، لكن القاعدة بتاعته موجودة معايا، واروح جاي عاملها الناحية التانية بالظبط اهي برضو كده، قبل الاخر بسنتي اروح عامل المثلث بتاعي، العامل المثلث بتاعي اهو بسن المقص اروح عامله كده. الساقين دول متساويين بالظبط، والقاعدة بتاعته الأساسية اللي هنا ديت هي اللي شابكة في القماش. طب بعد كده هعمل إيه؟ هروح جاي عامل كده بكل رفق كده وحنية بمعنى أصح على القماش، أروح مدخل الحرف ده من جوه أهو كده، وأروح جاي بالحرف التاني برضو مدخل الحواف الجانبية بتاعته أهي بالراحة. ليه؟ لأن أنا بتعامل في جزء مقطوع من القماش. طب وبعد كده هعمل إيه؟ قال لك أروح جاي دلوقتي قالب القماش كده. فين المثلث بتاعي؟ أو المثلث بتاعي باين أهو، هو دوت اللي أنا هقفله من هنا بالمكنة بالظبط، وأعمل عليه فرماتورة كويسة أهو كده. أنا قفلت الجنب الجيب أهو من هنا أهو بالظبط، والناحية التانية كذلك، والناحية التانية كذلك اهي، ادي المثلث بتاعي جوه اهو وباين ان شاء الله في التصوير. وبعد كده هقفل برضو القاعدة الاساسية اللي انا كنت سايبها ما اتقصتش اهي، وباكد عليها بالفرماتورة، لازم تكون كويسة وماسكة نفسها لان ده الاساس بتاع الجيب. طبعا انا زي ما قلت ان الجيب دوت عيرة، يعني ايه عيرة؟ جيب مش شغال، جيب هيتقفل. اظن كده ان الجيب شكله بدأ يبان وبدأ يتشاف بالظبط. طب الجيب دوت احنا قلنا اهو ادي الصدر بتاعي اهو، ده قصة البرنسيس اللي معمولة ومعمول عليها شيمة اهي، وادي الجيب اهو في الجزئية دي كده. طب انا هعمل ايه؟ الجيب مفتوح اهو، يعني الجيب اهو مفتوح، هعمل ايه؟ مجهز مراية داخلية هتبقى تحت هنا اهوت ومتقفلة معايا، على اساس لما الجيب يفتح على نفس القماش لما اجي افتحه من هنا. طب بعمل ايه؟ هشبكها من جوه اهي، واقفل الجيب بتاعي، اقفل الجيب بتاعي اهو بنفس الشكل ده كده على الخطوط القديمة اللي انا اشتغلت عليها ونفذت عليها الاساس بتاع الجيب. وبرضو اروح انا هلف المربع كله بتاع الجيب، هلف المربع كله بتاع الجيب. انا كده بقفل الجيب العروة خالص بمراية داخلية. ليه اسمها مراية؟ عشان الجيب بيفتح عليها فتكون هي الواجهة بالنسبة للجيب، تكون هي الواجهة كده. انا بقفل الزوايا بتاعتي كلها. طبعا الجيب اتعمل واتقفل ولسه ما اتدس عليه مكوة، لكن باين قدام حضراتكم اهو ان شاء الله زي الفل، ومظبوط الزوايا بتاعته بالظبط، ولا في زاوية معوجة كده ولا زاوية معوجة كده. المسافة دي على قد المسافة دي بالظبط اهي، هتلاقيها عاملة سنتي ونص، وديت عاملة زيها سنتي ونص كده. يبقى انا نفذت الجيب قدام حضراتكم، ولما اجي افتح الجيب اهو فاتح على المراية الداخلية، هيداس عليه مكوة، وهبدأ اعمل الجيب التاني زي ما عملت الجيب ده كده بالظبط. اتمنى من حضراتكم ان انتوا تكونوا استفدتوا وتفيدوا غيركم، والدال على الخير كفاعله ماشي، وما انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. وزي ما بينا قبل كده العلم إما إن هو يكون دنيوي أو علم إيه؟ أخروي. فالعلم الأخروي المرتبط بالجنة والنار والحساب وكلام زي كده، أما العلم الدنيوي اللي هو مرتبط بأي نوع من العلم أنت بتتعلمه في دنياك بتقدر تستفيد منه وتفيد بيه غيره. هنبدأ احنا هنشتغل في الجاكيت دوت، وهنبدأ نقفل اللياقة بتاعته، وهوري حضراتكم برضو بالتتابع خطوات تقفيل الجاكيت دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسونا من صالح دعائكم.